والله احنا النهارده تعبنا قوي، انا تعبت كتير والله، بقالي ساعه بظبط في الكاميرات وبظبط في الميكروفون والحمد لله. وده دلوقتي بعمل تريبل كام الاولانيه اللي هي الكانون 8 دي، والحمد لله شكلها ماشي حلو وريزوليوشن عالي جدا وزي الفل وتمام الحمد لله، ما فيش اي مشاكل. وبعدين نروح داخلين بقى على اللي هي الكانون ار حبيبتنا دي بقى، ومعها بقى السلايدر والموشن وحركات جديده حلوه قوي وجميله ما شاء الله، حلو قوي قوي، والوضع جميل يعني، حلوه واشتغلت كويس قوي، وعملت لها ابديت للفريم ورك والحمد لله ماشيه زي الفل. وبعد كده نرجع بقى هي للسوني. السوني دي بقى اللي هي اللي يعني انا غلبت فيها، بس والله هي حلوه يعني، السوني حلوه مش وحش يعني، السوني جميله قوي. هنعمل ايه؟ ما هو لازم برضو السوني نشوف لها حل يعني، لازم نشتغلوا بيها، لازم نلاقوا لها حاجه تبقى حلوه. هي الفيديو بتاعها حلو، البيكتشر بتاعتها جميله، وبعدين خفيفه في الوزن وما بتمسكها ممتازة. وبعدين لما صورت بيها انا ال 135 ملم 1.4، يا كانت الجميلة اوت سايد بالذات، هي اوت سايد اوت دور جميلة. انما بقى حبيبتنا بقى القديمة دي الكانون 80 دي بقى فيديوهاتها ما شاء الله بره وجوه وفي اي حته شغاله لوحدها بالصلاه على النبي، نمسك الخشب تاتش وود او للبخت دي، وهي اللي ابتدت معانا البيزنس وشقت معايا جامد يعني. عملت بيها حوالي حفله جواز وثلاث حفلات اعياد ميلاد وشويه حاجات بورتريه وشويه شغل يعني، مش بطال يعني، كسبتني مثلا ايه حوالي 2500 دولار، مش وحش يعني. جبت ثمنها وجبت اكسسواراتها كمان. والحلوه بقى دي اللي هي الكانون ار دي بقى مع الـ الموشن الجديد بتاع، مش الجديد اللي هو كان عندي، بس انا كنت راكنه شويه، الموشن اللي هو السلايدر الراوند 1 والستريت 1، وشغالين الاثنين مع بعض بقى موشن، عاملين موشن هتشوفوه يعني حاجه كويسه باذن الله يعني، تعمل معايا جو حلو يعني. لان ما هو ما فيش يعني دي بقى هي الفاكهه النهارده اللي هي الكانون ار، حطيت لها بقى السلايدر ده وعامل بقى ايه وظبطه هنا بالتليفونات اهو، ظبطه بالتليفونات الاثنين شغالين عن طريق التليفونات اهي، الاثنين شغالين عن طريق اللي هو الاب بتاعت الشركه دي والاب بتاعت الشركه دي، يعني ما شاء الله اوتوماتيك، كله شغال اوتوماتيك و10/10، ويعني التصوير فيديو على مستوى حلو يعني النهارده هنلاقي شويه حاجات حلوه، وربنا يسهل بس الصوت الاوديو ما يكسفناش يعني، بعون الله ما يبقاش في مشاكل. ونرجع بقى للسوني حبيبتنا. السوني دي فخامه، اخر فخامه بصراحه، لا حلوه السوني، جميله قوي يعني. يا رب النهارده بس تطلع تعمل شغل معايا كويس، ما تكسفنيش، لا ساعات بتكسفني، وبالذات في السيتنج، لما بغير السيتنج شويه والبتاع بلعب فيه بالدنيا بتتكهرب معايا، لكن هعمل ايه؟ اهو اديني بنحاول وبنظبط. وباذن الله النهارده يعني رحت المحل، طبعا كان امبارح اتفاجئت بالتليفون وانا راكب الباص ومروح، صاحب المحل قال لي ابو يوسف تعرف تعمل كده 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 بسرعه، بكلمه بسرعه جدا. قلت له يا عم في ايه مالك؟ تمام ولا يهمك، كل حاجه جاهزه. قال لي خلاص. خد الكلام مني ومعرفش عمل ايه، وانا طبعا مش في دماغي، انا بعرف اشتغل وخلاص ماليش دعوه. رحت الصبح الدنيا هاديه جدا في المحل، هادي جدا، ايه في يا جدعان؟ قال لك الولا. قلت له في ايه يا اكرم؟ فين الشيف وفين مراته؟ قال لي لا 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 لا، اتخانقت معاه وانا وابني كنا هنضربوه وكرشناه وقلنا له ما تجيش هنا تاني، وكان فيلم. قلت له عشان كده انت بقى كلمتني؟ قلت له طب ما انا قلت لك ان انا اعرف اعمل لك كل حاجه، ما تقلقش. يلا هو غرف 60 دقيقه، ده كان مطلع عين ابونا كلنا، ده كان محسسنا هو صاحب المحل واحنا كلنا شغالين عنده.
والله كانت نكتة النهاردة. لا بس والله يعني همبي انا والله العظيم ما بحبش افاير حد ولا مشي حد ولا بتاع، بس هو وسخ، شخصية وسخة يعني. فطبعا الشخصيات الوسخة دي ما حدش يقدر يستحملها، يعني حاجة يعني ما بيسمعش كلام صاحب المحل، او في اكتر من كده يا نهار اسود. يعني ده صاحب المحل وصاحب المال، يقول لك اربط الحمار هنا اربطه، انت مالك انت هو حمار ابوك. فطبعا السيستم هنا ماشي في امريكا كده، اللي صاحب المحل يقول لك اربط الحمار هنا اربطه، يعني حتى لو فاهم ما هو حر، هو دي فلوس ان شاء الله يحرقها، انت عبد المأمور بتقبض لك الاسبوع بتاعك والسلام عليك، كنت كذبت هي معاه خسرت، احنا ملناش دعوه، هو مع نفسه وهو فرحان، بيزنس كبير وما فيش حد بيخسر يعني في البيزنس، ما فيش. لكن بيني وبينك مفاجأة مفاجأة كانت ليا، بس انا كنت متوقعها لان هو يعني جاب اخره مع نفسه، وقاعد يضرب زومبا فيا، وقاعد يضرب زومبا في مش عارف مين، وقاعد يضرب زومبا في مين، يعني شغال شيطان العرسي، ومراته شبهه شيطانه زيه، فهم الاثنين بقوا يعني تعبونا قوي قوي قوي. وفي ولد مشي، وانا كنت خلاص هقلع ونمشي قبلها بيوم، والله كنت خلاص هقلع وامشي، زهقت وقلت الاقرب، قلت الاقرب بقول لك ايه حصل النهارده كده 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 وما ينفعش الكلام ده، كنت هقلع وامشي والله. فانا ما اعرفش تقول له ما تقولوش، بس انا ما اتخنقت، انت اديتني الصبح تعليمات، قلت له ابو يوسف والنبي ساعدني واعمل لي كذا وكذا 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 وكذا، مديني لستة بالتكلم، فبدات اشتغل، نزل لي تحت انت بتعمل ايه، قلت له انت مالك انت بعمل ايه، انا شغال مع صاحب المحل، انت مالك، قال لي لا لازم تيجي وتساعد وتعمل، وقلت له بقولك اطلع روح شوف شغلك، مش عاجبك كلمه هو ما كلمنيش انا، ورحت مقافل مع كل صمه وخلاص. اشتغلت انا بقى وكملت، وما جاء بقى صاحب المحل على الساعه 12 كده، قلت له بقول لك ايه حصل كده 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 كده، ما ينفعش الكلام، انا كنت هقلع وامشي بصراحه، شوف احكي معاه كلمه اتصرفوا مع بعض، لان كان ما ينفعش. هو بقى الحركه بقى بتاعت اليوم ده راح مكلمني وانا مروح، قال لي يا ابو يوسف تعرف تعمل كده 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 كده، قلت له طبعا ما انا قلت لك يا ابني دي ولا دي كلام فارغ بالنسبه لي، يعني ما تقلقش ما عنديش مشاكل انا في اي حاجه، يلا سلام سلام. بس كده خد بقى الكلام والحدوته والحصل، وبان عليه اللي حصل معايا الصبح، وهو برده مش عايز ينفذ الكلام، ما بينه وبينك برده ما هو عشان يقرفني، والواد بيحبني وعياله ما شاء الله، ويعني بيساعدوني وكده، فحاجه ما يعني ما ينفعش. هو بان عليه زعل وتضايق، طبعا زعل وتضايق، فخد بطاري، يلا يا نعن ابو ابن كلب، غرف 60,000 داهية. نبدأ بقى نرجع تاني بقى للكاميرات، هو بقى كده متشكرين قوي من الكاميرات النهاردة، عملنا شغل حلو قوي. اوكي يلا باي كانون ار، باي كانون اي تي دي، اوكي سوني، ثانك يو، ويش مي جود لك، باي.